اهلا وسهلا. دريت او ما دريت عن قميص المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2020 وكان هو المرشح الأكبر للفوز بتلك البطولة، فحامل لقب كأس العالم كان لا ينقصه أي شيء للتألق مجددا في بطولة كبرى تحت قيادة المدرب ديديه ديشان، والذي استدعى نجم ريال مدريد كريم بنزيما مرة أخرى لتشكيلة منتخب الديوك يتواجد في خط الهجوم إلى جانب كل من غريزمان وصاحب هذا القميص وهو كيليان مبابي، ولكن الذي حدث كان غير ذلك تماما، فكان متوقعا من مبابي أداء مماثلا لما قدمه في مونديال 2018، ولكنه صام عن التهديف طيلة دور المجموعات تاركا دور البطولة لكريم بنزيما. وعلى الرغم من أن مبابي قد شارك بشكل مباشر في هدف كريم بنزيما وساعد في قلب النتيجة لصالح فرنسا أمام سويسرا، إلا أنه لم يقدم أداء مقنعا أثناء هذا اللقاء، حتى عندما وصلت المباراة إلى ضربات الترجيح أراد اللاعب أن يتحمل المسؤولية ويتولى الضربة الخامسة والحاسمة، لكنه فشل في التسجيل وأصبح الشخص الوحيد الملام على خروج فرنسا وقضى على أمال بلاده في اقتناص بطولة يورو 2020. تدري بأن كيليان مبابي يعتبر ثاني أصغر لاعب بعد الجوهرة البرازيلية بيلي من سجل في مباراة نهائية في كأس العالم، وذلك بعد أن ساهم في فوز فرنسا بالمباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل هدفاً من الأهداف الأربعة في شباك كرواتيا. وإن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.